هذا البرنامج برعاية اهلا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجنا كريزي شو. هنكون معاكم على مدار حلقات البرنامج اماني فاخر وساره زكريا. اهلا بك يا اماني. اهلا يا ساره. نحب في البدايه نشكر كل اللي ساهم انه العمل يطلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. اللي اسس الديكور بتاع البرنامج النهارده الاستاذه هبه ذكري صاحبه جروب صبايا لتنظيم الحفلات، وقمر بالون، واستاذه هدير صاحبه جروب بارتي. وطبعا نشكر مصممه الازياء والفاشن ليلي دريسس على اللوك الجميل اللي عملته علينا ده. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون سنه سعيده علينا جميعا، واللي ما قدرش يحقق حاجه في السنين اللي فاتت يقدر يحققها في خلال السنه الجايه. ونبدا حلقتنا. وبما اننا داخلين على سنه جديده فاكيد نحب ان احنا نغير كل حاجه في ديكورنا، ديكور البيت، الستايل بتاع اللبس. هيكون معانا في فقرتنا الاولى مهندسه الديكور اروى محسن، واللي هتعلمنا ازاي نستغل كل قطعه في البيت على حسب المساحة، حتى لو كانت المساحة صغيرة بأقل التكاليف. انتظرونا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنتكلم عن الديكور. هيكون معانا في الفقره بتاعتنا المهندسه اروى محسن. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. مؤخرا عالم الديكور اتغير قوي في مصر، وناس كتير جدا بقت مهتميه بيه، ومن كتر اهتمامها بيحصل كوارث وحاجات غريبه جدا. هتفيدنا فيها المهندسه اروى. اهلا بيكي. اهلا بيكم. ميرسي. وطبعا الناس دلوقتي بقت بتعمل ديكورات غريبه جدا مش لاقيه حتى على العفش بتاعها. يعني ممكن اختار شكل فوتي عجبني جدا بس ما يكونش لايق على الديكور علشان ما نقعش في كل الكوارث دي. معانا المهندسه اروى. احب الاول اعرف الناس مين الباشمهندسه اروى. هي خريجه فنون جميله قسم عماره ديكور داخلي، والباشمهندسه عندها خبره 10 سنين في المجال ده. مظبوط؟ مظبوط. طيب ممكن تقول لنا بالظبط امتى الجا لمهندس الديكور؟ بصي، مهندسه ديكور قبل ما وانا لسه بشتري الشقه بتاعتي او الفيلا بتاعتي، وانا لسه بختار لازم اكون قررت هشتغل الديكور بتاعي مع مين، لانه مهم جدا ان هو يكون معايا من اول الاختيار خالص. ما ينفعش ان انا اشتري لوحدي، لان في حاجات كتير هو بيبقى فاهمها اكتر في التقسيمه بتاعه البيت. يعني مثلا ممكن بيت تلاقي الريسبشن بتاعه كبير جدا بس اوضه صغيره، فالعميل لما بيجي يشتري هو ما بيبقاش فاهم ده، بيتخيل مثلا ان هو اشترى شقه 300 متر هتبقى مساحتها كافيه جدا ليه ومتطلباته، بس هي ممكن يكون الزوننج بتاعها مش مظبوط، فهتلاقي مثلا ان في اماكن كبيره جدا ومطبخ صغير قوي مع تويلت مثلا بتاع ضيوف صغير جدا، فبتبقى التوزيعه مش متوازنه، مش موزونه، فده بيخليهم يقعوا في غلطات كتير. وفي احيانا بتبقى شقق او بيوت فيها اعمده
كبيره ونازله في وسط ريسبشن ومش هينفع تستغل، فده بيوقعهم في مشاكل كتير قوي. فانا المفروض ان انا من وانا لسه بختار بشتري بكون مقرر مين مهندس الديكور اللي هيبقى معايا وابتدي اتواصل معاه علشان يكون معايا في الاختيار، بقدر اعرض عليه البلانات بتاعه الشقه او الفيلا واخد رايه فيها، هو هيفيدني اكتر جدا من ان انا اشتري لوحدي وبعدين الجا له بعد كده. بلس ان هو لما بيبقى معاكي من البدايه تقدري انك انت تمشي معاه كل الخطوات من البدايه، فما بيدخلش متاخر. لو دخل متاخر بيبقى في حاجات كتير خلاص راحت مش قادر ان هو يواكبها معاكي. بس طيب ايه الفرق ان انا اشتري فرنيتشر جاهزه او ان انا اجيب حد يعني يفصلها لي مخصوص على مقاسات الاوض عندي او مقاسات البيت؟ انا بشتري الفرنيتشر جاهز لما بكون مستعجله جدا، يعني خلاص ما عنديش وقت ومحتاجه افرش مثلا في خلال اسبوع 10 ايام، فالكلاينت ينزل ينقي يشوف ايه المناسب وهيشتري. بس مشكله الفرنيتشر الجاهز ان هو ستاندرد، يعني بتنزلي بتجيبي مثلا دولاب سي 3 متر، سرير متر 60، كومود كذا، كل قطعه خلاص معروفه انها ستاندرد فبتشتريها وبتحطيها، مجرد بتسكنيها بس في اماكنها. الميزه في التفصيل ده بيخلينا فعلا نقابل عيوب كتير جدا، يعني بالزبط. بيخلينا انه ممكن قطعه شكلها جميل جدا بس مش لاقيه مثلا مساحه اكمل بقيه، يعني مثلا اوضه نوم فيها كراسي وتسريحه ومكتب، لا انا مش لاقيه مكان لكل ده. لا هي في كوارث بقى بتحصل اكتر من كده كمان، يعني ممكن مثلا في عملاء تتفاجئي ان هم نزلوا اشتروا سفره 8 كراسي وبوفيه ونيش على ريسبشن اصلا قد كده، مش لاقي تفضلي تخبطي بقى في فتلاقيه في الاخر بعد تفضلي تخبطي فتلاقيه في الاخر بعد ما اشترى اساسا وراح بقى الحاجه اتنقلت اتحطت في البيت ما بقاش ليها مكان، فيتفاجئ ان هو ياخد النيش يحطه في اوضه الولاد والكراسي كرسيين زياده يديهم ماما وحاجات كده، لان هو خلاص المساحه اصلا مش كافيه وما اتدرستش من البدايه. التفصيل بقى بيتفادى كل العيوب دي لان هو بيخليكي تعمليه كاستمايز على المكان. بس بيختلف طبعا المساحه بتاعت الفرنتشر من بيت لبيت مظبوط؟ طبعا اكيد، علشان انا لو المساحه عندي لو شقه صغيره 60 متر او 80 متر بيبقى ليها حلول عمليه جدا، لازم اعتمد على اني استغل كل سنتيمتر فيها، فابتدي اعمل حلول عمليه، يعني تبداي تخزني مثلا ادراج تحت السراير، تبداي تحطي تستخدمي الراسي عموما في البلان بتاعك اكتر من الافقي، فتعملي دمج للوظائف بتاعه الفرنيتشر بدل ما تحطي قطعه تسريحه لوحدها وقطعه كومود لوحده ومكتب لوحده وكل قطعه لوحدها، لا بنعمل حاجه اسمها دمج للوظائف، ان انا احط يعني وحدة دمج للوظائف ودمج كمان للالوان، يعني حتى كمان الالوان طبعا بيكون ليها عامل كبير جدا، عامل كبير. الناس بتختار كتير. الوان يعني رهيبه، انا عايزه في ناس ممكن مثلا تدهن المكتب بتاعها او البيت بتاعها رمادي او جراي او اسود، بيصغر لهم المساحه اكتر، هما بيبقوا متخيلين ان هي موضه انا شايفها في الكتالوج كده او في المجله، فلا هو يعني ده روعه بالنسبه لي، بس ده مش بيكون ما ينفعش ان هي تكون كوبي بيست من المجله، لان مزبوط؟ المساحه في المجله اصلا ممكن يكون الكادر واسع جدا فبتحسي انها شكلها شيك، لكن البيت مثلا الاوضه 3 في 3 و3 في 4 اعتقد ان الجري كمان الوان سمون تقريبا بتعمل توتر صح؟ بيستخدموها في المعتقلات والسجون يعني عارفه عشان يجيبوا لهم اكتئاب اكتر. ف احنا معانا بتقدر صح؟ انا عايزه اسال ازاي بتقدري تقنعي العميل بتاعك او بان وجهه نظرك انت اللي صح؟ لازم مهندس الديكور يكون عنده سبل اقناع متنوعه، ولازم تبقي بتعرفي يبقى عندك مرونه في التعامل، يعني كل كلاينت بيبقى ليه اسلوبه، في حد بيبقى هو اصلا عنده خلفيه او عنده ثقافه شويه فتقدري تتكلمي معاه بالمنطق، يعني لا ده كذا، ده لو اتحط هنا مش هيبقى كذا، ده حط هنا كذا. في شخصيه بتبقى اصلا مثلا متردده فما ينفعش تدي له اوبشنز كتير جدا عشان هو هيتردد اكتر ما هو متردد، فلازم تحددي له اوبشنز اقل فيبدا يبقى محدد معاكي اكتر وفهمك اكتر. في شخص بيبقى مايل للمظاهر، هو يحب مثلا تبقى الحاجه حاجه غاليه وخلاص، ما عارفه يعني كمان في ناس فعلا كده بتدور انها تاخد حاجات فخمه جدا حتى لو هي مش لايقه بغض النظر عن ذوقها مش حلو بتاعتها، بغض النظر بقى هات عمليه ولا لا. وفي العكس بقى اللي هو الشخص اللي هو لا مش مهم بالنسبه له المظهر قوي، يعني مظهر معقول مقبول بس يكون فيها اوبشنز افتح كذا الاقي جواه كذا واخزن حاجات كتير واعمل حاجات كتير،
فلازم مهندس الديكور عشان يقدر يوصل اصلا للكلاينت بتاعه كويس يكون فاهم شخصيه اللي قدامه. لا وفي ناس كمان خلي بالك بتكون يعني بتلغي خالص موضوع مهندس الديكور وبتبتدي تتعامل مع النقاش ان هو ده اساس كل حاجه. يعني انا مقتنعه بالراي ان النقاش قال لي مثلا اعملي حيطه سبونج فهي سبونج خلاص ما فيش ده. يا ريت على السبونج بقى ده فيه سواحيلي وقطيفه وحاجات ايوه الحاجات اللي طب ازاي بتقدري تقنعيهم او ازاي بتواجبي الموضه اللي موجوده في عالم الديكور؟ ازاي نلبي الموضه؟ بتواكبي الموضه. تواكبي ازاي تواكبي الموضه؟ هي بصي هو ما فيش حاجه اسمها موضه بتاعت سنه كذا يعني الالوان دي السنه دي موضه او لا. مثلا المودرن السنه دي موضه الكلاسيك لا هو ما فيش كده. هما بيبقوا متقسمين عموما الناس الكلاسيكيه بتبقى كلاسيكيه طول عمرها هما بيلجأوا للستيل والكانتري ستايل والحاجات اللي هي ثوابت والناس اللي هي بطبعها اصلا مودرن بتفضل طول عمرها مودرن. ممكن في الوان بتطلع يعني بتظهر طالع موضه قوي بتظهر للناس دلوقتي طالع فعلا موضه بشكل كبير قوي بس هي موجوده اوريدي من زمان بس هي بتظهر يعني بتطفو على السطح كده فتلاقي ظهرت عند كل الناس. احنا دايما بنقول لهم لا ما تمشيش ورا الموضه لسبب لان هي هيبان ان انت عملت شقتك دي في الفتره الفلانيه يعني انت الناس هتيجي تزورك تعرف ان انت مثلا من اللي جهزه في 2017 فلا انت اعمل الحاجه اللي مناسبه لشخصيتك ومناسبه للالوان بتاعه البيت بتاعك ومناسبه للمساحه بتاعه البيت بغض النظر عن ان هي دي طالعه موضه السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا لا قبلها. هي كده كده الشقه انت بتعملها تعيش معاك 15 سنه هي مش لبس متجدد. بس انت اختلافك طبعا اختلاف من باشمهندس عرف موضوع مجال الديكور ده عن باقي المهندسين في عندها نقطه كده هي بتلعب عليها ان هي بتستغل المساحات الصغيره. الكنترول معانا في صور المفروض نعرضها لشغل استاذه اروى وهي بتستغل المساحات الصغيره جدا في انها تطلع اوبشن كتير جدا للكلاينت مظبوط. احنا اكتر حاجه اكتشفناها في نفسنا بعد فتره من الشغل ان اغلب الشعب المصري عنده عقده الكراكيب الكتير يعني عايز كم ستورج هايل جدا في مساحات صغيره لان اغلب البيوت بقت اسعارها غاليه جدا فهو عايز يشتري اقل مساحه بس يعيش فيها كويس. الكنترول هيعرض لنا صور دلوقتي هنبتدي نعلق عليها صوره صوره والبشمهندسه ارو هتبتدي تشرح لنا الصوره بتتكلم عن ايه. ناخد اول صوره معانا. الصوره دي اشرحيها لنا بقى. هنا دي كان المدخل بتاع الفيلا كان صاحب الفيلا دي كان هاوي لجمع الانتيكات هو طيار وكان هوايته كلها ان هو بيجمع انتيكات من تايلاند ومن الهند ومن كل مكان بيسافر فيه بيجيبها. فكانت الصوره اللي تحت دي شكل الفيلا قبل ما احنا نمسكها. هم كانوا ساكنين فيها فتره بهذا الوضع بالظبط كده. فكانت اللون الاصفر طبعا لون مش مبهج زي الاوف وايت زي ما اتعمل. وبعدين كانت المشكله ان كل الانتيكس كانت في الارض فاحنا عملنا الاضافات اللي بالجبسن بورد اللي معموله يمين وشمال الباب فقوينا المدخل بتاع الفيلا اولا بقى شكله اشيك كتير بالاضاءات بلس ان احنا بدانا نقسم له الانتيكس في التوزيع بتاعتها ان الحاجات اللي من جنوب افريقيا تبقى كلها مع بعض في رف الحاجات اللي من تايلاند تبقى كلها في ليفل لوحدها وبعدين مثلا يمين الدول بتاعه شرق اسيا شمال الدول بتاعه كذا فبدانا نخليها شكلها منسق اكتر. الصورة اللي بعدها ممكن الكنترول يجيب الصورة اللي بعدها. دي كانت أوضة بقى صعب فرشها جدا كانت مستطيلة جدا ومتطلبات البنت كانت كتير ففكرنا ان احنا نرفع السرير لفوق ونستخدمه ان احنا نحط فيه الست ادراج اللي تحت عشان يبقى تخزين كتير ليها وكمان عملنا للسرير ادراج درج فالدرج استغلناه هو كمان بالادراج فاداها ستورج اكتر وعملنا لها كمان المكتب ويندو سيت. الويندو سيت دي فيها ادراج هيدن هي كمان بتتفتح ادراج مخفيه ادراج مخفيه بالظبط كده. وبعدين في الجنب في الصوره اللي بعدها يبان معانا ان في الدولاب صغير درفتين فهيبدا طب ممكن يعني الصوره اللي بعدها في الكنترول. فاوضه مستطيله رفيعه وفي نفس الوقت بقت شايله معاها حاجات كتير جدا. الصوره اللي بعدها كمان هنلاقيها تكمله الاوضه. الصورة اللي بعدها نلاقي فيها شكل الدولاب. عملنا لها حتى التسريحة حاجة سمكها رفيع متعلقة على الحيطة توفر لنا مساحة ما تبقاش واخدة مساحة من الأرض. تحسي إنها ماشية مع بعضها فراشة بقى وورد وحاجات بناتي. طب أنا لاحظة إن الشغل بتستخدمي فيه جبسون بورد كتير هل ده بيضيق المساحات وممكن في أي مساحة ولا لازم مساحة معينة؟ لا هو الجبسون بورد لازم يكون عندك مساحه طبعا تسمح بده واحيانا كمان المساحه لما بتكون صغيره بتشتغلي بالجبسون بورد على حاجات رفيعه
يعني مش لازم اخد ب 30 40 سنتي من الاوضه عشان اعمل حاجه بالجبسون بورد، ممكن 10 سنتي تديني شكل كويس وتبقى كافيه وما تاثرش على مساحه الاوضه. طيب الصوره دي ده كان تويلت ضيوف صغير جدا، كان متر في 2 متر، فكان التحدي فيه ان احنا نعمله كله دهانات ونخلي حيطه واحده بس هي اللي فيها السيراميك عشان نوفر حتى مساحه تخانه السيراميك. بدانا نختار الحوض ان هو يكون ستاند، ما يكون رفيع قوي القطر بتاعه بحيث ان هو ما ياخدش معانا سبيس، نوظف ان احنا ناخد التويليت فلاش. طب انتي قولي لنا بقى الاحسن ايه، لانه فعلا ناس كتير قوي بتسالنا على الموضوع ده، هل الاحسن اني انا اعمل الحوض اللي بيكون ليه ستاند من تحت، ولا الحوض اللي بيكون معلق؟ معلق. وهل برضو الاحسن اني اقفل الحمام ككابينه، ولا لا عادي اسيبها ده في الشاور؟ في الشاور اقفله كابينه؟ لا طبعا احسن كتير، لان هو ما بيخليلكيش الارض يوصل لها ميه، وما بيخليلكيش الدنيا كلها تبقى مبلوله طول الوقت، فلا بيحافظ طبعا على الحاجه. الكابينه كويسه جدا. الحوض طبعا المعلق كويس، بس في اللي هو الديلي يوز بتاع اهل البيت، لكن احنا هنا ده جست تويلت، فالجست مهم ان بالنسبه لي يكون شكله شيك، مور اكسبنسيف، مكلف اكتر يعني، طبعا بلس ان هو كمان وكمان هو ما عليهوش ضغط اصلا، فانت محتاجاه يكون شكله شيك اكتر منه يكون عملي. هنا ده كان مطبخ صغير جدا برضو، مساحته كانت قليله، فكنا محتاجين ان احنا صاحبه البيت بدل ما هي تبقى قاعده لوحدها في البيت في المطبخ تبقى منفصله عن بقيه الشقه، اقترحنا عليها انها تفتح شباك على الليفنج، فيبقى بمثابة اكستنشن هي تحس انها مع بقية الناس واخد راحتها اكتر. ممكن نشوف الصورة اللي بعدها. طب ممكن نشوف الصورة اللي بعدها. المطابخ، عايزين قبل بس ما نسأل عن موضوع المطابخ، ايه الالوان اللي انت بترشحيها المطابخ؟ يعني ست البيت تبقى واقفة مرتاحة نفسيا كده وهي بتطبخ، حاسة ببهجة وفرحانة، مش واقفة مكتئبة وهي بتطبخ. دي بترجع للشخصية بتاعة الكلاينت جدا، لان احنا في حد بترتاح في البيجات والبنيات والاوف وايت والالوان اللي هي خشبيات، وفي حد هي اصلا بتبقى شخصيتها جريئه، فبتديكي فرصه انك انت تتجرأي معاها ان احنا نعمل الوان مترقعه. يعني صاحبه المطبخ ده كانت هي اصلا شخصيه مبهجه جدا، فهي عايزه تحط، عايزه تحط اللبني والسيمون والاورنج. وهل شخصيه العميل اللي معاكي بيأثر على شغلك او على تفكيرك او على ترتيبك ليه؟ ده لازم جدا، ان هو في حد شخصيته كلاسيكيه جدا، في حد شخصيته لا يعني عنده استعداد ان هو يجرب حاجه جديده ويجرب فكره مختلفه. ديكور مترقع. يعني هي بالنسبه لها يعني عشان هي شخصيه يعني بتحب التجديد ومختلفه وعندها استعداد للتقبل لده، وافقت معانا على اننا نفتح في الحيطه ونكسر وبعدين نحط المايكرويف بره، فعملنا لها كورنر فطار بره بقاعده، مع ان المطبخ كان كله يعني 2 متر في 3، يعني صغير جدا. نشوف الصوره اللي بعدها من فضلكم سريعا كده. انتي نورتينا النهارده على فكره. الله يخليكي، ميرسي. وعايزين نستفيد منك بكل حاجه، بحيث انه احنا عايزين النهارده اي حد بيشوفنا ما يجيبش مهندس ديكور، خلاص احنا نستفيد بيها ان هو مهندس الديكور معانا فري يا جماعه النهارده. اي حد عايز يعرف اي حاجه يدخل على البيج بتاعت باشمهندس اروى، واي حد حابب يتواصل معانا، هي الارقام هتظهر على الشاشه دلوقتي والفيسبوك تبعها، هتستفادوا حاجات كتير قوي منها. يسالونا على طول احنا معاهم. اتفضلي. دي برضو كانت تغيير في الديكور، غيرنا في الالوان وفي شكل الطقم وفي شكل الستاير، فرق كتير. لو تلاحظي الصوره البيفور قد ايه يعني كانت كئيبه جدا، وبعد كده الافتر بقت برايت جدا. الصوره اللي بعدها، ممكن الصوره اللي بعدها لو سمحتم. دي خلاص دي احنا خلاص شفناها، ممكن بقى اللي بعديها. انا عايزه اسالك برضو على حاجه دلوقتي، مثلا النظام اللي طالع مشهور قوي دلوقتي اللي هو النظام التركي، اللي هو الالوان كلها كشمير وفاتحه قوي، فاتح قوي، وكل حتى الفرنيتشر تحسي انه مدي على اللون الابيض وبيبتدي يلعب في الوان، درجات الوان باستيل. بالظبط. انت تنصحي بده مثلا لو حد عنده اوريدي اطفال صغيرين، لانه لا. اكيد مش هتفضل بدون اطفال طول الوقت يعني، فاكيد الاطفال دول بقى هيبهدلوا الحاجات دي عمليه، هتتاثر بسرعه. ده بنقوله للكلاينت ان هو انت لو انت ولادك سنهم كبير وخلاص هيقدروا يحافظوا على الحاجه، اوكي نقدر نشتغل الديكور ده، بس انت لو عندك اطفال سن السنتين والثلاثه والكلام ده مش هتقدر اصلا تسيطر عليهم. الا اذا كان نسيطر عليهم على الحيطه، هنقدر نسيطر عليهم؟ مش هقدر اسيطر عليهم خالص، الا اذا كان الريسبشن ده بقى بيتقفل بباب مغلق متامن متكهرب، عارفه يعني كل حاجه، اللي هو اطفال ما تدخلوش خالص. الفتره اللي فاتت بقى لنا اكتر من 15 سنه تقريبا، المودرن بقى هو السيد في المجتمع.
مش يعني قوي. الكلاسيك ما عادش موجود قوي بصفه مستديمه، خاصه لا. في العرسان الجداد او في توضيب الشقق الجديد. لا لا بالعكس، بالعكس هما الاثنين موجودين متوازنين جدا. يعني الصالون المذهب اختفى، الصالون المذهب اختفى، بس بقى فيه الصالون المتبتن وفيه الصالونات اللي بقت فيها نسبه سيلفر وخشبيات، لكن هي كلاسيكيه برضو. ممكن تكون مختفى المذهب القديم اللي شكله قيمه كتير والحاجات دي، لكن الكلاسيك موجود. حتى كمان البنات التين ايدجز بقوا لسن 15 و16 بقوا بيحبوا جدا اوض النوم اللي فيها بانوهات شويه وفيها وول بيبر كلاسيكي. عايزين نشوف صور تاني. كنترول يعرض لنا باقي الصور. احنا برضو محتاجين نعرف منك دلوقتي مثلا لو انا عندي مثلا مكان في اوضه النوم، الاحسن يعني انا اشتري دولاب ولا ان انا اعمله دريسنج روم؟ وهل المساحه هتختلف معايا ولا هتختلف في حريه؟ لا في ناس هتختلف. ممكن تعمل الدولاب في الحيطه، عارفه ان هو يستغل الحيطه انها مثلا داخله لجوه متر ويبتدي يقفل عليها دولاب كانها دريسنج روم. ده يرجع بقى للبلان بتاع الاوضه. يعني انا ممكن تبقى اوضه مثلا مستطيله جدا، فلما اجي اقتطع منها متر ونص او مترين اعملهم دريسنج مش هيفرق معايا، وهتفضل الاوضه بعد كده مساحتها كويسه. لكن في ناس بتقول لا انا ممكن ما اعملش دريسنج روم بس احط بقى فوتيه وكنب في اوضه النوم. انا بحس ان ده يعني مش لطيف، ليه احط كنب في اوضه النوم؟ لا هي بترجع بقى للهوايات بتاعه الشخص. يعني في حد مثلا هوايته القراءه، فهيبقى محتاج ليزي بوي جميل يقعد فيه واضاءه معينه، يعمل كورنر اضاءه قراءه. لكن في حد مش من هواياته القراءه اصلا، فبالتالي كنترول ينزل لنا الصور. كنترول معانا صور. دي صوره بقى بشعه جدا. دي بقى الصوره دي الحاجات دي لو انا جيت لك وعندي الحاجه دي المفروض انت تنصحيني بايه؟ يعني احنا المفروض نغير ازاي؟ طبعا بنقعد نحاول بقدر الامكان نفهم الكلاينت ايه المشكله اصلا اللي موجوده في البيت. يعني بندخل البيت نلاقيه كله مثلا عامله شكل واحد، حاطط السجاده لون الستاره لون كذا لون كذا، فتلاقي البيت كله مش باين من بعضه. كل حاجه كلها واحد، فبنبدا نشوف له البيت ناقصه ايه ونبدا نقول له لا ده كده في الغلط عندك مثلا في كذا. يبقى في حد عنده غلط في عدم تناسق الوان بقى خالص، هو ده بقى العكس. في ناس بتحب تعمل كل حيطه لون، يعني يقول لك انا عندي كل اوضه والتابلو لون والكنبه لون والفوتيه لون، عندي الوان مبهجه كده. يعني دي يعني حاجه غريبه جدا، هو قرر ان بدل ما يعمل دي دريسنج في الاوضه راح عاملها السرير مع انها غلط. يعني ده حط حاجات كتير مع بعض مش لايقه مع بعضها، ستاير بقى ده منتشر جدا بقى، اللي هو عارفه الكرانيش المذهبه دي مطرزه وتلاقي الحيطه سبونش والستاير قطيفه الوان تقيله الوان كتير على بعضها حاجات كلها مش لايقه. فكل ده يعني بنحاول ننصح بيه ان هو لا ما يبقاش موجود. يعني طب هل تقدري تدخلي الكلاسيك مع المودرن؟ السيمي كلاسيك. السيمي كلاسيك بيبقى يعني هو ولا هو بطرقعه المادر، مش الالوان المطرقعه ومش الحاجات دي، ولا هو برسيان الكلاسيك، فتعملي ماتش ما بينهم بشكل هادي بيبقى وسط كده. طب انا في حاجه برضو عايزه اسالك عليها دلوقتي. مثلا لو جه عميل قال لك انا دلوقتي امكانياتي قليله جدا ومعايا حاجات هي دي انا عايزك تشتغلي عليها، هل ده بيكون صعب بالنسبه لك وهل تقدري توفقي ده ولا بيبقى صعب ان هو يغيره كومبليتلي؟ لكن هنبقى بنستخدم يعني بنعمل له ترميم وتطوير في حاجه في يعني في بادجت معينه يعني بكميه معينه، مش هتقلبيها له خالص، بس هتحاولي تحسني له الدنيا شويه. بس الاسعار يقروا مختلفه جدا، يعني ممكن تسمعي حد بيديكي سعر ومكتب ديكور تاني يديكي سعر تاني. الاختلاف بيكون في ايه؟ في الخامات ولا في الماتيريال نفسه؟ اختلاف في الخامات، اختلاف في المصنعيات. انت الفنيين اللي بيشتغلوا كويس قليلين جدا خصوصا في مجال النجاره. لا ما تلاقيش حد بيعرف فنيات النجاره المظبوط قوي. بيبان في التشطيب كمان بالزبط. اكتر عيب بيبان في التشطيب، يعني لما بتيجي اخلص اوضه النوم ما بتبانش وهي نجاره، وهي دي الخدعه اللي دايما كل الناس بتقع فيها، بيجي يوريكي الاوضه وهي خشب لما بتيجي بقى تتشطب بتلاقي الكوارث. ممكن اصلا كمان العميل ما يبقاش لاقط المشاكل في النجاره، بس احنا بنبقى شايفينها من وهي لسه نجاره. فبيبقى مهم جدا انك انت يبقى شغال معاكي ستاف فنيين كويسين جدا علشان يقدروا يطلعوا فينش كويس، وفي نفس الوقت تستخدمي خامات كويسه ما تعملكيش مشاكل في الصيانه بعد كده. تلاقي كل شويه حد يكلمك يقول لك دي درفه وقعت، ده درج باظ، ده مش عارفه ايه. انت المفروض تدي بقى للكلاينت بتوعك ضمان على اي حاجه تحصل. يعني لو حاجه حصلت يمسكوا في رقبتك. بالظبط كده. فلازم كمان تبقي انت يعني شغاله بفنيين كويسين وبكواليتي بتاعه خامات كويسه وديزاين طبعا كويس. ده المثلث على فكره النجاح، يعني ان هو يبقى معاكي الثلاث حاجات دول كويسين، ده اللي بيعلي البادجت بتاعت السعر شويه. طب الاسهل عليكي ان انا اجيبك قبل ما اشتري
ماشي ولا اوريدي الحاجه متشطبه جاهزه، واقول لك انا عايزه تعديلات كذا، بتقدري تعدلي ده ولا بيبقى يكون صعب عليكي؟ طبعا التعديلات صعبه جدا جدا، يعني التعديل اصعب بمراحل من اننا نكون بادئين من الاول. بادئين من الاول بيديكي مساحه للابداع اكتر، و لا يعني مختلف. طيب هل صاحب البيت الميول بتاعته بتختلف معاكي؟ يعني انا مثلا دلوقتي شخصيه البنوته اللي عايزه الاوضه او الولد اللي عايز الاوضه بيفرق في الديزاين ولا لا يعني عادي بيكون انا بختار له لون معين وخلاص؟ لا بيفرق جدا، لان احنا كمان بنقابل اطفال عندهم هوايات، يعني عندنا مثلا طفل ما شفتك مصممه اوضه كده عازف بيانو، ممكن الكنترول ينزلها لنا صوره الولد عازف بيانو، صوره الولد تاني عامل رسم مظبوط. اه بالظبط، عندنا بنت كانت فنانه جدا، ممكن الكنترول ينزل لنا بالصور من فضلكم. عملنا لها الدولاب بتاعها على شكل فرشه وقلم رصاص وحاجات اللي هي بتاعه الرسم. الولد عازف البيانو، خدنا له الاوضه بتاعته بشكل الصوابع بتاعه البيانو. في طفل بيحب الحيوانات جدا، فعملنا له اوضته فيها كاركترز سلوات من الحيوانات. فكل حد يعني في اطفال هي اصلا بتديكي الانسبيريشن بتاعك اللي هو انا بقى هعمل ايه، ده بتلقطيها من الطفل نفسه لما بتقعدي معاه. بالظبط، في وفي اطفال لا ما بتبقاش عندها الميول دي، فبنعمل لها حاجات مثلا ملونه او دوائر او مربعات او حاجات كده. كان عندنا طفل نفسه يدخل هندسه، فعملنا له اشكال هندسيه ومسطره وحاجات كده. الصور معانا هتنزل دلوقتي على الشاشه هنشوفها. في كمان عايزه اسالك على حاجه، دلوقتي انا خلاص اوريدي اخدت البيت تمام، ممكن انا بعد ما عملته مثلا كرانيش اعمل جبسن بورد عليه ولا هيبقى؟ لا لازم تبقي عارفه خطواتك كويس من البدايه، عشان كده بنقول استعين بمهندس الديكور في الاول، ما اجيش اعمل مراحل وبعدين اروح له اقول له انا عملت. طب ما هو الايديت ده بيعك بقى الدنيا، عارفه تحسي ان انت احط ده جنب ده، لا يعني المفروض تبقي ماشيه بالترتيب بتاعك مظبوط. فلا الجبسن بورد طبعا من قبل الكرانيش لازم يكون بتحدد. طب وانتي بتفضلي ايه، الكلاسيك ولا المودرن ولا ايه؟ يعني مهندس الديكور لازم يكون بيجنب شخصيته الشخصيه بعيدة عن الموضوع خالص. لا احنا بنسالك على الصعيد الشخصي مش على لا على الصعيد الشخصي انا بوهيميان ستايل. بوهيميان ستايل دول بقى صعب يعني الناس دي صعبه جدا جدا، لهمش علاقه طب باي ناس بتتخض من الاسعار. يعني انت لما تيجي تقولي سعر لحد بيقول لك لا ده كتير، لا ليه، طب احنا ممكن نكلف اقل. في الوقت ده انت بتتصرفي ازاي؟ بنحاول ان احنا نحط التكلفه في المكان المظبوط، بمعنى زي مثلا لو انا محكومه ببادجت معينه في التشطيب، يبقى انا مثلا ممكن اوفر شويه في الارضيات، ملوش اجيب بورسلين ب 800 جنيه مثلا، ممكن اجيبه ب 400 لانه اغلب الفرنتشر مداريه، هحط سجاجيد هداري الموضوع وهكذا. لكن في حاجات بقول له لا ما توفرش فيها، مش هينفع، دي حاجه مش هنعملها تاني او ظاهره جدا معانا. فلما بيكون الكلاينت جاي لنا اصلا عنده بادجت محدده لازم نمشي على اساسها، ما ينفعش ان انا افضل بحط له في حاجات وخلاص هي مش مناسبه للميزانيه بتاعته. طب احنا كمجتمع بنخاف جدا ان احنا نجيب مهندس الديكور، لان بيقول ده هيكون تكلفه زياده على التكلفه اللي انا حاططها او على البيدج اللي انا حاطه لتوضيب الشقه. انت تنصحي بده بايه؟ يعني انت بتوفري له ايه زياده علشان انا اتصل بمهندسه اروى علشان تيجي توضب لي الشقه؟ هو ممكن يقول فعلا طب انا اجيب النقاش، اجيب ال هو انت بتوفري له كم الاخطاء الكتير قوي اللي هو ممكن يقع فيها. يعني في ناس ممكن تكلف اكتر من ما جايب مهندس الديكور والبيت يطلع ملخبط، او يبقى طالع فيه هدر في المساحات، او يطلع فيه حاجات شكلها مش لايق على بعضها او مش مستغله كويس، فهو بيبقى بهدل الدنيا وهو حاسس ان هو كده وفر. احنا كمان عندنا النهارده باشمهندسه اروى مقدمه لنا عرض البرنامج كريزي شو، انه اخر كومنت هيقفل عليه بيج هيكون ليه ديزاين من الشركه بتاعتها فري مجانا، مظبوط كده؟ اي غرفه هم عايزينها. تمام، وفي نفس الوقت طبعا احنا النهارده كنا حابين انه يكون الوقت معانا اطول، بس المخرج عمال يقول لي احنا خلاص الوقت انتهى. فانت نورتينا وشرفتينا، وكان نفسي الوقت يكون اطول. احنا عندنا اسئله كتير جدا جدا حابين ان احنا نعرفها. اي اسئله حد عايز يسالها يسالنا على البيج، احنا معاهم 24 ساعه. البيج طبعا هتظهر على الشاشه عندكم وارقام التليفونات. نورتينا. الله يخليكي، ميرسي. كل سنه وانتم طيبين معانا. طيبه وهابي نيو يير. وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون افدنا المشاهدين. ودلوقتي هنخرج فاصل بسرعه، محدش يقوم من قدام التلفزيون، هنرجع لكم تاني، استنونا بعد الفاصل.